نعم، أكثر من 30 شهيداً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى منذ ساعات الصباح، منهم 14 شهيد تحديداً مبكراً فجر هذا اليوم وحتى الساعة 11، حيث تم انتشال عدد من جثامين الشهداء، ولا زال عدد آخر منهم تحت الأنقاض في مخيم النصيرات، وأيضاً إصابات بالغة الخطورة وصلت في ذات الوقت من مخيم المغازي. اليوم الهجمة الإسرائيلية على ما يبدو تركزت في مخيمات الوسطى التي كانت قد شهدت مسبقا أيضا سلسلة من الاستهدافات والإعدامات الميدانية والتدمير لمربعات سكنية بالكامل، وأيضا كان هناك عملية تهجير لأهالي هذه المخيمات. ما إن عاد سكان مخيم النصيرات والمخيمات المجاورة حتى عاد الاحتلال مجددا إلى الاستهدافات، سواء أيضا بالطيران الحربي أو حتى بالمدفعية المتمركزة شرقا، إضافة إلى الاستهداف من خلال طائرات الكواد كابتر كما حدث هذا الصباح بالقرب من وادي غزة، حيث استهدف مجموعة من المواطنين والشبان كانوا قد ذهبوا لتفقد منازلهم بالقرب من وادي غزة، تم إطلاق الرصاص عليهم، ومن ثم تأكدت المصادر الطبية من وجود 6 شهداء، ولكن لا تتمكن سيارات الهلال الأحمر من الوصول إلا إلى تلك المناطق إلا بتنسيق مع الاحتلال حتى يتسنى لهم انتشال جثامين الشهداء أو حتى محاولة الوصول إلى إصابات وإنقاذ حياتهم. وليست هذه المرة الأولى التي يتم استهداف فيها شبان في منطقة وادي غزة، بالأمس وأول أمس ما لا يقل عن 5 شهداء أيضا سقطوا في منطقة وادي غزة. أما فيما يتعلق بالمجزرة الثانية في هذا اليوم، وهي استهداف لمنزل عائلة ريان ومربع سكني بالكامل في مخيم النصيرات، وصل ما لا يقل عن 7 من جثامين الشهداء الأطفال. هناك شهيدة طفلة لا تبلغ من العمر سوى 3 أشهر، وأيضا عدد من الأطفال لم يتجاوز ولا تتجاوز أعمارهم 2 أو 2.5 وسيدات. فبالتالي الاستهدافات كانت ضحيتها دوما هم من الأطفال وهم من النساء المدنيين الآمنين في أو الباحثين عن الأمان في منازلهم أو في المراكز اللجوء أو حتى خيم اللجوء. باحت مستشفى شهداء الأقصى ومنذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة تستقبل سيارات الإسعاف التي تتمكن من الوصول إلى أقرب منطقة تتمكن منها ومن خلالها سيارات المدنيين والمواطنين المدنيين من نقل الإصابات حتى يتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى وصول إصابات من مستشفى العودة وتحويل بعض الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي يعني كما ذكر يعني ذكرت الطواقم الطبية أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة والدواء لهذا الكم الكبير والهائل من المصابين ومن المرضى وأيضا من حالات التي تصل بحاجة إلى تحويل إلى الخارج، كما أكدت الصحة أن هناك أعداد تزداد يوما بعد يوم بحاجة إلى تحويلها في الخارج. الأوضاع هنا ومنذ ليلة أمس ونحن نسمع دوي انفجارات كبيرة جدا وعودة إلى سلسلة الحزامات النارية جنوب شرق دير البلح وتحديدا في منطقة أبو هولي أو حتى في المناطق الشرقية، وكنا نسمع دوي هذه الانفجارات من مخيمات الوسطى منذ الساعة 11 وحتى منتصف الليل، عدة أحزمة نارية كانت في المنطقة، وأيضا في هذا الصباح كان هناك سلسلة من الاستهدافات الأخرى من الطيران الحربي حتى أن طائرات الاستطلاع تحلق على مستويات منخفضة جدا ويعني تكاد يعني تهبط إلى الأرض، كما يعني روى أحد المواطنين بأنها على مسافات قريبة جدا مزعجة جدا ويعني تؤرق المواطنين وتبث حالة أكبر من الخوف والقلق في صفوفهم. فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالحديث عن التهدئة أو الأوراق المزمع يعني تنفيذها أو الاتفاق عليها من إدخال شاحنات إنسانية من مبادلة أسرى أو حتى العودة من لا عودة البقاء هنا في المكان، كل هذه الأمور تتعلق فقط في ورقة واحدة وأطراف عدة قد يعني نذهب لتهدئة كما أكدت هذه الأوراق أو هذه التسريبات إلى هدنة تبدأ من شهر وأسبوع ومن ثم شهر آخر على أن يعني تبقى ويبقى الحال على ما هو عليه في حالات النزوح، لا يوجد هناك عودة للنازحين، ما يعني أن شهر رمضان الذي لم يتبقى له سوى 27 يوم
قد يعني نقضيه هنا إن لم يكن هناك اتفاق على التهدئة. كل هذه المعلومات أو هذه النقاط التي قمت بذكرها هي فقط من خلال مصادر إعلامية لم يتم التأكيد منها من خلال الأطراف أو حتى الإعلان عنها بشكل رسمي.